حياكم الله مجددا احبتنا. نبي نتحدث في الفقره بالذات عن شيء جدا مهم. يعني كنت اتكلم مع اختي منيا قبل شوي عن موضوع كيفيه انه اولياء الامور بالذات يوجهون اطفالهم في الاجازه الصيفيه، خاصه ان يكون عندهم وقت فراغ كبير. نعم. اطفالنا قاعدين نشوفهم انه يعني الاغلبيه قاعدين يقضون وقت فراغهم، خاصه انه في قلبه نوم عندهم، يتغير نومهم، أو إذا كان قاعد يا الأجهزة الإلكترونية أو يا ريت في مواقع مفيدة يا ألعاب أو أشياء يعني ما لها مردود شيء يعني يفيده بمعلومات أو قراءة شيء مفيد. لاحظتي هالشيء طبعا؟ بالتأكيد، والكل يقول أن أوقات الفراغ يعني السلاح ذو حدين، يا أما تستثمر بشكل أنه يطور من المواهب ويزيد من كفاءة الإنسان سواء كان كبير أو صغير، أو أنه ممكن يدمره لأنه يدخل في أمور ثانية ممكن وأفكار غريبة ممكن تراوده خلال فترات الفراغ، خاصة الأطفال هي فترة حساسة جدا، فترة الصيف، وتفاعلهم مع أوقات الفراغ ممكن يكون نافع لهم وممكن يكون يعني سلبي. ايش فيها اذا اخذت ولدك مثلا، انت كولي امر اخذت ولدك ووديته الى دورات تحفيظ القران، دورات لغه انجليزيه، في العديد من الاماكن اللي ممكن يودون ابنائهم لها. بالتاكيد الانشطه كذلك، في كثير من الانشطه اللي توفرها الكثير من الجهات من الدوله، علشان كذي هذا كله يصب في محور استثمار اوقات الفراغ اللي راح نتناقش فيه مع الدكتوره استاذ علم النفس التربوي الدكتوره عواطف محمد البلوشي، نصبح عليها لكن بعد هذا التقرير راح نبتدي حديثنا. حياك الله، صباح الخير. رجعنا وياكم مشاهدينا مع الدكتوره عواطف البلوشي معنا في الاستديو، صباح الخير مره ثانيه دكتوره. في البداية نبي نتكلم عن الموضوع اللي هو فترة الإجازة الصيفية اللي هي راحة للآباء وللأبناء كذلك، لكنها تمثل ضغط نفسي ممكن للجهتين، شلون نقدر نعالج هذا الموضوع ونخليه متوازن؟ طبعا الإجازة الصيفية مثل ما قلنا هي سلاح ذو حدين، إما نستقلها استقلال جيد أو أنها ممكن تكون كأنها ريشة في مهب الريح. صحيح، هذا اللي احنا نقوله. الطفل أو البنت يقضون أيامهم بس في السهر، الأجهزة الإلكترونية من غير أي هدف موجود أو مخطط له سابقا. طبعا في دراسة أنا قبل فترة قرأتها عن هذا الموضوع، تقريبا أجروا دراسة على طالبات من عمر 15 ل 26 سنة، يعني هذه المرحلة الحرجة، لقوا أن 60% من إجابات الطالبات أن في فترة الصيف تكون الإجازة غير مخطط لها تماما. 40% قالوا هناك تخطيط لكن تخطيط غير واضح بالنسبة لنا. يمكن 30% من 40% الجزء بسيط قالوا احنا كطلبة نخطط. في منهم 16% فقط قالوا ان اولياء الامور يساعدونا الام والابو. وفي منهم 6% فقط ان الابو و6% فقط الام فقط بروحها تخطط. نعم. في منهم قالوا احنا مع اصدقائنا نسال اصدقائنا شنو تبون تسوون وشنو مثلهم نسوي مثلهم. لكن هل توجد خطه واضحه لهؤلاء الطلبه في فتره الصيف؟ لا توجد اي خطه. نعم. طيب دكتوره، يعني شفت الكلام اللي احنا وسمعتي اللي قبل شوي انه موضوع مساله الاهتمام في موضوع استغلال وقت الفراغ بشيء مفيد، يعني قلنا قبل شوي ابي تعليقك يعني كمختصه على موضوع انه والله الاطفال قاعدين يقضون وقت فراغهم مثلا او قلبه النوم هذه اللي عندهم او يقضي وقت الفراغ عنده بالاجهزه الالكترونيه في حتى في مواقع غير مفيده. طبعا يا العاب او مواقع اخرى غير مفيده. يعني طبعا احنا وايد نشوف هذا الموضوع، وايد نراقب ايبادات الطلبه. عندي في المركز يجوني الطلبه اقول لهم يبوا لي الايباد، لما افتح الايباد القى كلها العاب سرعه، ما في اي شيء ينمي مهارات التفكير لهم. نعم. فاحنا نبدا نستبدلها، نسالهم عن يومكم متى تنام، طبعا في وقت متاخر ساعات الام تجبر الطفل انه لا لازم تي، وهذا يعني شيء زين وشيء مو زين. لازم احنا في خلال فترة الصيف نبحث ما هي النواقص اللي في طفلي، ما عنده ثقة بالنفس، طفلي مثلا عنده سمنة، طفلي مثلا عنده بعض الأمور اللي أنا محتاجة أعدلها فيه، طفلي انسحابي ما يجتمع مع الآخرين، فأنا أشوف النواقص اللي في هذا الطفل وأطورها
أطورها، نعم، أضع على أساسها خطة. صحيح. الجانب الثاني ممكن طفلي يكون ممتاز، عنده هوايات، عنده مهارات، طفلي فنان يرسم، أشوفه باليوم يرسم، ليش ما أنمي هذه الجوانب؟ أضع خطتي على أساس مهارات وقدرات طفلي. نعم. هني أبحث عن ما يناسب هذا الطفل وما يحب هذا الطفل. ليش؟ أنا أبي أضمن استمرارية، أنا مو بس أبي وقت وخلاص هذا الطفل يقضي طول اليوم هو بطارية أنا أبي أشحنها. بالتأكيد. لا. نعم. إحنا نبي نبحث عن استمرارية لهذا العمل اللي نبي نبدأه في هذا الصيف. ما يوقف بعدين، لا، لازم يستمر. بالتأكيد. دكتورة، ذكرتي نقطة جدا مهمة اللي هي السمنة، وإحنا عارفين أن معدل السمنة عند الأطفال في ازدياد كبير ومضطرد، فإحنا نبي نعرف النشاط البدني شلون أقدر أطوره وأخليه شيء أساسي خاصة خلال أوقات الفراغ في الإجازات الصيفية. في الإجازة الصيفية عندنا مع جونا نفضل إحنا دائما يكون النشاط سباحة، دايفينج. الأطفال يقولوا إحنا نعرف نسبح، نقول لهم اتجهوا اتجاه ثاني. احنا حتى في برامجنا اتجهنا اتجاه، تعاوننا مع مركز النادي البحري للغوص، اتجهنا اتجاه انه يكون في دايفنج للاطفال، بابل ميكر يبدون فيه الاطفال، يشوفون شنو هذا العالم، منه ينطلقون الى انشطه اخرى. من هذا النشاط يتعلم الطفل، يتكلم مع الكابتن، يتعلم مع المجموعه، يشيل العده، تكون عنده افاق جديده. طبعا افاق جديده، اول مره يمكن نطرق هذا الباب. حلو. لها يشوف مثلا الحين المجموعه اللي وياه، نقول له انت اليوم ترى انت الليدر، احنا شايلين عدتك ولا شايلين شغلك، انت الليدر، انت تكون على الجروب. طبعا يكون في اشراف من بعيد او مراقبه من بعيد. طبعا يكون في اشراف ونخليه هو القائد. طبعا في هذه الامور اللي احنا نسويها يكتسب الطفل مهارات جديده لم يكتسبها. والحلو انه في هذا، في اي نشاط نقول لهم حق اولياء الامور لازم يكون في عندنا ليفل 2. يعني انت الحين في فتره الصيف اكمل الطفل ليفل 1 المستوى الاول، لكن ما في مانع ان ايام الدراسه يكمل في اوقات، في اوقات فراغه يكون في عندي يكمل المستوى الثاني والمستوى الثالث. يمكن يوصل في عندنا بعض الأولاد وصلوا أنهم عندهم طموح أنه يكون كابتن. حلو. طيب دكتورة العفو، يعني في بعض الأطفال مثلا تدرين الطفل خام للحين، في شغلات ممكن يا أنه من الأول هو ما يحبها، أو إذا راح لها يصير في عنده نوع من النفور. طبعا. كيفية التعاطي والتعامل مع الشيئين بالذات؟ أول شيء احنا نبي نغرس او ننمي هوايه بالطفل. ودنا احنا يتعلم السباحه. دائما الاولياء نبي يتعلم، بس والله ولدي دكتوره يخاف وراح يبكي اول ما يجي، ايش راح تسوين؟ نقول لهم اوكي ما يخالف، لان احنا الجو الاول لازم يكون الفه بيني وبينه. نقول حق الام اول يوم لما يجي الطفل قعدي معاه، قعدي يعني خليك قريبه، بس خليك يعني عينه عليك ويشوفنا. لكن لا تستمرين في امهات مجرد بكاء الطفل خلاص دكتوره ابي اطلعه. لا، نقول لهم خلوه مره ومرتين، راح تشوفين ان بعد المره الثالثه يتعود. راح يتغير كل هذا، راح تختلف الشخصيه 180 درجه. صح. الطفل اللي كان يبكي اول يوم تلاقينه في ثالث يوم يقول حق الاولاد تعالوا انا اعلمكم وين المكان، شنو تسوون، فتغير شخصيته. احنا محتاجين شويه حزم من اولياء الامور. نعم. دكتوره، في كذلك التعامل مع الابناء في هذه المرحله يمكن اكثر من شيء ثقيل على نفوسهم، اللي هو كثره النصح والارشاد والتوجيه والحرص، وخاصه صراحه الوقت الحين يخوف، فتلاقين الام والابو يمكن مكثرين في الحرص على الابناء. شلون نقدر نوازن هذا الموضوع بحيث انه ما ينفر من كثره النصح والارشاد؟ انا دائما اقول حق الام الكلام، يعني كل يوم قاعدة تتكلمين مو قاعد يسمع. يعني أنا أشوفهم الصبح بالسيارات الأم قاعدة والولد عندها وتتكلم، يعني والولد كذي وجهه لا يلتفت لا يمين ولا يسار، تحسين إنه جامد ومل من هذا الموضوع. إحنا نبي أفعال، خلي ندخله في أنشطة هو يحبها، خلي نحول هذا الكلام إلى فعل، خلي يشوف قدوات قدامه، أصدقاء، صديقة نجح في موضوع تعال خليه يشوف، وشوف المكان اللي هو دخل هذا فيه الولد، مكان نشاط تعال شوفه مثلا هذا اليوم
تعال شوف هذا النشاط شلون صاير. فهني نلاحظ ان الطفل تتغير فكرته او الابن تتغير فكرته بعد ما يشوف انه لا والله هذا النشاط جدا جميل وانا اقدر استمر فيه وانجح فيه. فمن المفترض ان نوريهم اماكن او اشخاص نجحوا في هذا المجال يكونون قدوات بدال كل يوم النص حد تكرار. الايباد مو زين، الانترنت، السهر، هذا راح يكون فيها تنفير. دكتوره في شيء بعد ايضا مهم الا وهو تعلق الاطفال معانا في الاجهزه الالكترونيه متعلق فيها كثيرا، فكيفيه سحبه صعبه عارفه، فبالتالي كيف ممكن انا اسحبه من هذا العالم وادخله الى العالم اللي قاعدين نتحدث عنه العالم المفيد. احنا طريقه الايباد دائما نقول لهم قننوا الساعات. ما يصير يقعد الطفل عنده 5 ساعات أو 6 ساعات بدين الايباد. هذا من اخطر الامور اللي يمر فيها الطفل. يجينا الطفل نقول له شنو عندك؟ نشوف الالعاب نوعية واحدة فقط ما في. شنو نقول لهم؟ نقول لهم خلال أسبوع واحد أو إنه خلال يومين ترى الشحن ما راح ينشحن، أنت مسؤول عن الشحن عندك، مو بتروح تحط 100%؟ صحيح. بتخلص اليوم، بتخلص بعد يومين، أنت مسؤول عن هذا الشحن. وتربين في الجانب الاقتصادي كذي بعد. طبعًا. فتلاقيني حريص طالع ها أمي باقي 50%، خلاص ستوب. ما راح العب اليوم انا لان بخليه حق باكر، بخليه حق عقب باكر. فهذه الامور تنمي فيه روح المسؤوليه للطفل بالتأكيد. وبعدين يقتصد ونبتعد عن هذه الامور بالتاكيد ان شاء الله. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا الدكتوره استاذ علم النفس التربوي الدكتوره عواطف محمد البلوشي. راح ننتقل وياكم مشاهدينا الى عنوان بارز من عناوين الفن الكويتي الاصيل، الصوت الشجي الفنان الراحل غريد الشاطئ.